يا سلامة، مرحبا بك في السيونس هذه. دونك باش نراو الكوليسترول والترونسبور نتاعو والمشاكل نتاعو. دونك الكوليسترول فيه دو فورم في البدن نتاعنا، اللي هما الكوليسترول والاستاد كوليسترول. الفرق ما بيناتهم هو ان الكوليسترول العادي عنده هالجروب مو اوهش، اللي هو دونك يعطيه جهة اللي هي تحب الماء، هيدروسوليبل، بورتون الباقي نتاع الستركتور نتاعو دونك تكره الماء. دونك اموا عنده جهة اللي هي تحب الماء. بورتون الاسيد دو كوليسترول، شنو الاسيد دو كوليسترول؟ هو كعبة اسيد غرا مع كعبة كوليسترول تفيزيونيهم. دونك هذا شنو يصير؟ دونك الاسيد دو كوليسترول حاجة تري ليبوسوليبل، دونك تكره الماء. دونك الكوليسترول من وين نجيبوه؟ بالطبيعة من الماكلة نتاعنا. دونك الماكلة نتاعنا كيما الاصفر نتاع العظام مثلا. بخلاف هذايا لي سيلول الكل نتاعنا ينجمو يصنعوا الكوليسترول. دونك فما سنتيز نتاع الكوليسترول. فاش نستعملوا الكوليسترول توا؟ دونك نستعملوه باش نصنعوا لي مومبران سيتوبلازميك نتاعنا. دونك لي سيلول الكل نتاع البدن نتاعنا يستحقوا الكوليسترول باش يصنعوا لي مومبران سيتوبلازميك. بخلاف هذايا الكوليسترول نصنعوا به دي زورمون كيما الالدوستيرون كيما الكورتيزول كيما لي زورمون سيكسويل الكل، التستو، الاستروجين، البروجستيرون كيما الفيتامين دي. باه دونك ماشي مع هذا ديجا عندنا دونك دي مويان باش نعطلو الكوليسترول، باش نقصو الكوليسترول. كيفاش؟ دونك الكوليسترول نجمو نقصوه اذا كان نقصو الماكلة، نعملو ريجيم. دونك نعملو ريجيم نحيو من الكوليسترول للريجيم بتاعنا، دونك ينقص الكوليسترول. اذا كان نبلوكيو السنتيز نتاع الكوليسترول، عندنا دويات اللي هما ليستاتين يبلوكيو السنتيز نتاع الكوليسترول دونك ينقص الكوليسترول. دونك هذه فكرة. هوني لازم نحكي على حاجة، هو أن الكوليسترول مش كيما لي تريغليسيريد. لي تريغليسيريد إذا كان عندك إكسام منهم على الأقل تنجم تخرج تجري زوز كيلومتر وتحرق طرف منهم. دونك هذا كيفاش تنجم تحرق لي تريغليسيريد. بورتون الكوليسترول ماهياش سورس نتاع إنرجي، ماهياش حاجة تنجم تحرقها. باه إذا كان حاجة ما تنجمش أنت تحرقها، شنو باش تعمل باش تتخلص منها؟ دونك الفوا عنده طريقه انه يتخلص من الكوليسترول. اون فيت الفوا اكسكريتي طرف كوليسترول في البيل، والهالكوليسترول هذايا الاكسكريتي في البيل باش يوصل للانتستان. دونك ان فوا يوصل للانتستان طرف منه باش تصيرلو ري ابسوربسيون، طرف منه باش تصير اكسكريسيون. دونك هذه طريقه كيفاش نتخلصوا من الكوليسترول. دونك الفوا يطيش الكوليسترول كيما هي في البيل. فما حاجة أخرى زادة، هو أنه الفوا يصنع ليزاسيد بيليار، وليزاسيد بيليار مصنوعين من الكوليسترول. ليزاسيد بيليار هذوما دونك يخرجهم في البيل، عندهم رول في الابسوربسيون تاع الليبيد، عندهم رول في الديجستيون والابسوربسيون تاع الليبيد. وإن فوا هالليزاسيد بيليار يوصلوا اليوم 98% منهم باش يعود يمصهم الانتستان، و 2% أكاو باش يخرجوا. دونك 2% هذوما اون فيت يمثلوا فورم نتاع اكسكريسيون تاع كوليسترول. باه دونك احنا نجمو نتخبثوا على الحكايه هذه، نجمو نتخبثوا على الشيما هذايا. كيفاش؟ عندنا دويات كيما الكوليستيرامين والكوليستيبول، اللي هما كيفاش يخدموا؟ اللي هما يركبوا في هال ليزاسيد بليير في الانتستان ويبلوكيو ريابسوربسيون تاعهم. اون فيت الكوليستيرامين والكوليستيبول يخدموا في الانتستان، ما تصير لهمش ابسوربسيون، ما يدخلوش للبدن نتاعنا. دونك يخدموا في الانتستان، يلصقوا في ليزاسيد بيليير ويبلوكيو ريابسوربسيون تاعهم. اذا كان قبل كنا 98% من ليزاسيد بيليير نصهم، توا 50% كهو من ليزاسيد بيليير نصهم، وال 50% الباقيين نخسروهم. هذا باش يخلي انه الفوا باش يشيح من ليزاسيد بيليير. دونك شنو هو الحل نتاعو؟ انه يعود يصنعهم من الاول جديد. دونك من شنو باش يصنعهم؟ بالطبيعة باش يصنعهم من الكوليسترول. دونك هذه طريقة باش نخليو الفوا نجبروه على انه يستعمل الكوليسترول اللي عنده. دونك هذه شنو هي الفكرة؟ بالطبيعة تتخيل اذا كان نعطيو دواء اللي هو دونك يبلوكي ليزاسيد بيليير، هذا باش يفرعس لابسوربسيون تاع الليبيد وباش يخلق دي تروبل ديجستيف عند السيد هذا اللي ياخذ في الدويات هذوما، اللي هو دونك سي انا في انديزيرابل نتاع لي ميديكامون هذوما. دونك انا في انديزيرابل اللي هو دونك ريلاتيفمون فريكون. باه دونك حاجه نلقاوها برشا عند العباد اللي ياخذوا الدويات هذوما. باه دونك
نمشيو نشوفو كيفاش الترانسبور نتاع الكوليسترول. دونك الترانسبور نتاع الكوليسترول يبدا بالسيكل اندوجين اللي قريناه. دونك السيكل الاندوجين حكينا عليه كيفاش الترانسبورتي لي تريغليسيريد. حكينا انه الفوا ما هوش بلاصه نستوكيو فيها لي تريغليسيريد. دونك اش يعمل؟ شنو هو حلو؟ يصنع الفي ال دي ال اللي هو الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هي توصل لي تريغليسيريد للليزوغانسيبل، ومن بعد تحط الفاضل بتاعها، يقعد الفاضل بتاعها اللي هو اسمه الايديال الانترميديت دنسيتي لايبوبروتين اللي هي دونك ترجع للفوا. دونك يرجع يمص للفوا. دونك هذا سميناه سيكل اندوجين بتاع لي تريغليسيريد. بخلاف هذايا فانه الايديال تنجم تاخذ فوا اخرى، تنجم الايديال هذيا تتحول ال LDL لو دنسيتي لايبوبروتين. دونك اون فيت في الحاله العاديه 50% من الايديال ترجع للفوا، 50% من الايديال تولي LDL. كيفاش الايديال تولي LDL؟ باش الايديال تولي LDL لازمها تربح كوليسترول، لازمها تمص طرف كوليسترول من البدن بتاعنا وتولي هاستركتور نتاع LDL. LDL هذه هي التاكسي الرسمي نتاع الكوليسترول، دونك هي اللي توصل الكوليسترول للبدن نتاعنا. دونك اذا كان عندك سيلول تستحق كوليسترول، LDL هي اللي باش توصل لها الكوليسترول. دونك باش توصل للتسيو بيريفيريك. اهم تسيو بيريفيريك يستحق الكوليسترول هو الفوا في حد ذاته. ما تنساش انه الفوا هو السنتر نتاع الميتابوليزم، هو فريمون اهم حاجه في الميتابوليزم. دونك هذاك علاش باش يستحق اكثر واحد الكوليسترول. دو بلوس هو اللي يصنع لي اسيد بيليير، هو اللي اكسكريت الكوليسترول. دونك سي لوجيك انه هو اكثر واحد باش يستعمل لي زلدير. دونك بخلاف الفوا هذيا عندنا فوا نسموها دو ترانسبور انفيرس دو كوليسترول. شنو هي الفوا دو ترانسبور انفيرس؟ نعرفوا انه ال LDL الاكسيم تاعها يمثل مشكله، على خاطر الاكسيم تاعها يقعد في العروق نتاعنا ويعمل لنا هكا البلاك داتيرا. دونك فما شكون اللي هو باش يهز الفاضل نتاع الكوليسترول؟ شكون باش يهز الفاضل نتاع الكوليسترول؟ هما دي بروتين نسميوهم الهاي دنسيتي لايبوبروتين. دونك ال HDL هذوما باش يجيو يهزوا الزبله نتاع الكوليسترول الفاضل نتاعها. دونك هل هاي دنسيتي لايبوبروتين هذوما دونك يخدموا يهزوا الزبله. واذا كانك عايش في صفاقس كيفي فانه تعرف انه المشكله في الزبله هي المصب نتاع الزبله. اذا كنت تهز في الزبله لازمك مصب، سينو باش يصير لك كما اللي صار في صفاقس، معناها انك الزبله تتراكم عليك. دونك هذا هو البروبليم نتاع ال HDL. دونك المصب نتاع ال HDL زوز مصبات. المصب الاولى دونك ال HDL تجم تصب الكوليسترول نتاعها ديريكتومون في الايديال، والايديال ان فوا تتعبى بالكوليسترول تولي LDL. وحكينا انه ال LDL هي دونك اللي ترانسبورتي الكوليسترول لتيسيو بيريفيريك، واهم لتيسيو بيريفيريك هو الفوا. دونك هذا كيفاش ال HDL يعطي كوليسترول ايديال، ايديال تولي LDL، وال LDL يصب في الفوا. دونك هذا المصب الاول. المصب الثاني هو انه ال HDL ديريكتومون يتصب في الفوا. دونك هذايا ديريكت الفوا ديريكت نتاع الصبان نتاع ال HDL. دونك هذا مو فريمون معناتها الفيو جينيرال على ترانسبور نتاع الكوليسترول في الدم نتاعنا. باه دونك لي سيني نتاع الهايبر كوليستيروليمي. بون اول حاجه تعرفها هما ان لي بلاك داتيرون. لي بلاك داتيرون اللي هما باش يعطيو دونك سندروم كورونيريا والمشاكل اللي تبعته. دونك يعطيو سندروم كورونيريا والمشاكل فاسكولير الاخرين. باه بخلاف هذا فانه الكوليسترول ينجم يعمل دي ديبو. اول واحد باش يرى لي ديبو هذوما هو لوفتالمو، على خاطر باش يرى سيني اللي هو جيرون توكسون اللي هو سيت ان ارك نتاع كوليسترول على العين. السيني الثاني تجي ترى هو لوكزونتيلازما اللي هو دونك ديبو نتاع كوليسترول بحذ العين. السيني الثالث هما دونك لوكزونتوم تيبيرو اللي هو دونك هالينودول هذوما اللي يظهروا. اخر حاجه دونك هما لوكزونتوم توندينو اللي هما دونك كيما تراو في السيد هذايا هما دي ديبو نتاع كوليسترول على التوندون. مثلا السيد هذا عنده كوليسترول عامل ديبو على التوندون داكيل نتاعو. دونك كيما تعرفوا في التصويره هذه. دونك هذه السياسه اليوم ان شاء الله كون عاونتك.